بالظبط كده. دلوقتي علاقتنا بالناس اللي حوالينا ازاي برضو نقدر نحسنها؟ بيقول لك دايما ان البدايه بتبدا بالابتسامه ولا تبدا بالكلمات. لو انت وشك مبتسم وانت داخله على حد، مهما كان الحد ده زعلان هتبص تلاقيه وشه هدي، لانه انت اللي اجبرتيه. انما صح. اللي بيبقى داخل عنيف وداخل باين انه هيتخانق، تبص تلاقي اللي قدامك استفز، فبدا يتعامل معاك بايه؟ بعدوانيه. طبعا دائما الابتسامه دي فيها سر خطير جدا. وانا دايما اقول ان الابتسام قوه وليس ضعف. الشخص جميل. القوي هو اللي دائما يتحلى بالابتسامه، خدي بالك. هو اللي دايما بيتحلى بالكلمات اللي فيها نوع من انواع الايجابيه. وهو اللي بيبدا الصلح مش الطرف اللي قدامه. دي محتاجه قوه طبعا. وانا بطلب من القوي ده ان هو يبقى ايه بقى؟ ان هو يبذل كل مجهوده ان هو يوصل الرساله. ما جالكش رد الفعل في حينه، من فضلك ما تستعجلش وما تزعلش وما تقولش مش هعمل كده تاني ومش هتكلم بالاسلوب، انا مش هبتسم في وش حد مره تانية كانه بتلكك يعني. لا 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 خالص، ده انت استمر على الخط ده. والشخص القوي دايما بيلعب اللعبه دي، يقول لك ايه؟ انا زي ما انا، بس هم اللي يعرفوا يتعاملوا معايا، هم اللي يقدروا يبقوا في قوتي. عشان كده انا نفسي انه اللي احنا استمديناه من السلام النفسي اثناء شهر رمضان يبقى ناخده كسلام نفسي بعد شهر رمضان. السلام النفسي معناه ايه بقى؟ ان انا ما اديش للاشياء اكتر من حجمها. ان انا ما العبش لعبه ايه بقى؟ نقطه مهمه جدا. الدنيا كلها كده، الناس كلها كده، ما بقاش في عدل. وانا دايما إيه حظي كده، وانا دايما ده اللي بشوفه، وانا يفضل النظره التشاؤميه دي. والحظ في حد ذاته مش هو موضوعنا الاساسي. انما ايه الاخطاء اللي وقعت فيها ما كملتش رسالتك؟ ايه اللي انت كنت ناوي تعمله وانت اللي تقاعست عنه؟ خليك قوي وخليك صريح. اوعى تفتكر ان اللي بيقع مننا بيقع عشان الناس اللي اكبرونا على كده. لا، احنا ما ركزناش، احنا ما احتفظناش، احنا ما اهتمناش بالقيمه. احيانا بيبقى في قيمه حلوه في حياتك بس اتعودت عليها. وبيقول لك من يملك الاشياء يزهدها. ما عادش شايفها زي زمان. صح. هي فقدت البريق بتاعها في عينيه. انما لو اعاد علاقته بيها مره تانية بقى وقال لك الست اللي عايشه معايا دي انا ما عوضهاش، انا ولادي ده كنز لازم احافظ عليه، انا استثمرت فيهم ما استثمرتش في حاجه تانية. صح. انا اهتم بشغلي، شغلي هو ده هيبقى نافذتي على الناس. هو ده اللي الناس هتعرفني من خلاله. ما الفارق بين الشخص الناجح والفاشل؟ ان الناجح دايما يقول لك انا لسه ما عملتش اللي انا عايزه، لسه الخطوه اللي جايه، لسه في طموح. انما الشخصيه بقى اللي هي مش ناجحه، وبلاش اقول فشل، هو ذلك الشخص اللي بيعمل الحاجه ويقول لك ياه ده انا تعبت قوي، ده انا عملت كل اللي اقدر عليه، وما يحاولش يحافظ حتى على مكتسباته. عشان كده هي دي النظره الايجابيه اللي انا انادي بيها. نقطة مهمة جدا يعني يا دكتور طارق. والنقطة التانية اللي عايزة برضه اتكلم فيها، ازاي نوصل للشخص ابقى شخصية قوية عشان ابقى انا اقدر ابادر واقدر اسامح زي ما حضرتك قلت، اقدر اخد الخطوة. ايوه. ازاي ابقى الشخصية القوية دي؟ نشتغل على نفسنا. الشخص القوي محتاج لثلاث حاجات.